السلام عليكم أزول فلاون، أهلا وسهلا ومرحبا بكم دائما في جديد أخبار شبيبة القبائل لنهار اليوم. طبعا الشبيبة تصل كارا تيبي في ظروف هادئة وعزم على إنجاح التربص، يعني طبعا اللاعبون يؤكدون أهمية محطة كار تيبي، والكل كان في الموعد والمسيرون قاموا بالإجراءات الإدارية اللازمة. بعض الأنصار يعني الكناري يؤكدون عشقهم للشبيبة وحضور التوديع للاعبين لكل طريقته في تمضية الوقت والنوم الحل الأمثل للأغلبية. طبعا اللاعبون سيحصلون على مصروف الجيب، يعني طبعا طبيب الفريق سيشرف على الوجبات يعني، وبنشيخة يشيد باحترافية اللاعبين. انضباط الجدد من بين الأمور التي أصر عليها كثيرا، والمسيرون وقفوا على كل صغيرة وكبيرة. بوعالية قال لك الأمور الجدية ستنطلق في تركيا ولا بد أن ننجح في التربص. يعني مرباح قال لك لا بد من تحمل قساوة العمل إذا أردنا دخول المنافسة المحلية بقوة. وشكال قال لك التربص فرصة مناسبة لتحسين الانسجام فيما بيننا. مناجرة يتصلون ببنشيخة لبرمجة مباريات ودية. كار تيبي قبلت العديد من الأندية الأوروبية والأجنبية، كذلك أندية إسبانية خليجية فرنسية وحتى إيطالية تربصت فيه، والشبيبة قد تواجه بعض الأندية المتواجدة في المركز. الإدارة القبائلية قد تستعين بهم في حال الضرورة، يعني مناجرة يتصلون ببنشيخة لبرمجة المباريات الودية.